خلونا نتعرف على المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة إن شاء الله خلال الكام يوم الجايين وكمان الأسبوع الجاي. فإحنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك، وليك وحشة كبيرة. الله يخليك أستاذ كريم، صباح الفل على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة، ربنا يخليك. طيب احنا قبل ما يعني نتشرف بوجود حضرتك معانا على الهواء، خدنا فكره مبدئيه عن درجات الحراره، لكن الايام اللي جايه ان شاء الله خلال الويك اند والاسبوع الجاي، هل من المتوقع ارتفاع ما في درجات الحراره ولا هتبقى الدنيا ماشيه ازاي؟ هو بالفعل يعني جمعه وسبت وحد في ارتفاعات في درجات الحراره، ولكنها برضو ارتفاعات طفيفه عن المسجلات خلال هذه الايام. يعني النهارده وبكره بتتراوح فيها درجه الحراره من 30 ل 31 درجه على القاهره. يعني نقول جمعة وسبت وحد ممكن بتتراوح من 32 ل 33 درجة، ارتفاع درجتين ثلاثة يعني. مفيش ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة على شمال البلاد، لكن جنوب الصعيد، شمال الصعيد ما زال طبعا الكتل الهوائية اللي بتأثر عليهم قادمة من مناطق مرتفعة في درجات حرارتها، سواء كان الجزيرة العربية أو الصحراء الغربية، بتتسبب في ارتفاعات درجات حرارة تتجاوز ال 40 درجة وتصل إلى 1. ده هيبقى يوم إيه يا دكتور محمود تحديدا الصعيد؟ لا، خلال هذه الايام يعني امبارح كان في ارتفاع في درجه الحراره على جنوب الصعيد وصل الى 42 درجه، مع نهايه الاسبوع تصل الى 43 و44 درجه. طب وفي المنيا، في المنيا 44 حاجات كده برضو؟ المنيا تتراوح فيها درجه الحراره ما بين 39 و41. انت شاري ارض في المنيا ولا ايه؟ لا شكلها كده يا دكتور، شكلها لا رايحه طالما خاصه محافظه يبقى تعرف ان هي رايحه. لا رايحه يوم، ايوه صح، رايحه يوم وراجعه الويك اند ده، فعشان كده. لا لا طبعا الويك اند يا حرام، في يبقى في ويك اند في الصعيد، ربنا يعينهم ويقويهم. بصراحه درجات الحراره فعلا مرتفعه في هذه المناطق، بتصل بالفعل الى 40 درجه مئويه في شمال الصعيد، وده لسه الصيف ما دخلش. ده كده ده كل ده فتح كلام مش اكتر. بالظبط يعني، بس هو الحمد لله ميزه الصعيد دايما ان ما بتكونش فيه نسب رطوبه خالص. بيبقى الجو هناك تحت اشعه الشمس، بس هو التحذير بيكون عدم التعرض لاشعه الشمس او الوقوف تحت اشعه الشمس فتره طويله. انما في الاماكن الظليله مع نشاط رياح الاجواء بتبقى يعني معقوله الحمد لله يعني. جميل. كويس جدا، يعني ويك اند حار لطيف. تمام. بالفعل يعني حار على شمال البلاد وشديد الحراره على الجنوب، وفي فترات الليل يعتبر ما بين لطيف الى معتدل. ده لطيف، دي انا اللي اضفتها للطقس. اتكلمتك على بالليل دي بالفعل. اشكرك جدا دكتور محمود، وان شاء الله يعني نشوفك الحد الجاي معانا بقى عشان نطمن على الاسبوع الجديد. شكرا ليك جدا. طيب احنا